أعلنت الصين بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب الخروج من الاتفاق النووي مع إيران مواصلتها في العمل على طريق القطارات التجاري الجديد مع طهران باعتباره مصلحة للجميع، وتأتي هذه الخطوة كجزء من العلاقات الجيدة بين الصين وإيران. أعلنت الولايات المتحدة في 11 من مايو أنها ستبدأ فرض قيود على سفر الدبلوماسيين الباكستانيين إليها، وقد أكد السفير الباكستاني للولايات المتحدة فايز أحمد هذه الأخبار، وهذه القيود مدرجة على مستويات A1 و A2 للدبلوماسيين وأفراد أسرهم بما في ذلك الأطفال، ويحتاج الدبلوماسيون الباكستانيون لتأشيرة سفر إذا كانت مسافة السفر 25 ميلا فأكثر، ويتم تقديم طلب هذه التأشيرة قبل 5 أيام على الأقل من السفر بموجب الترخيص. أعلنت الأمم المتحدة في 11 من ماي البدء ببرنامج للتعليم العالمي، وقد قامت برصد $1 مليار لهذا البرنامج، وأعلن البنك الدولي بالإضافة إلى 4 منظمات عالمية انضمامهم لهذا البرنامج وزيادة التمويل ليصبح $10 مليار أمريكي، لأن المعلومات الجديدة أظهرت عن وجود فجوة كبيرة في التعليم المدرسي تكبر أكثر فأكثر، بحيث يوجد أكثر من 2,600,000 طفل لم يتلقى التعليم المدرسي حول العالم، وإذا استمرت هذه الفجوة فإنه بحلول عام 2030 سيصبح أكثر من 400 مليون طفل لا يتلقى التعليم المدرسي. تصاعدت التوترات بين إيران وإسرائيل في الفترة الأخيرة لمرحلة غير مسبوقة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب إلغاء الاتفاقيات النووية مع إيران في 8 مايو، وقد اندلعت مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وقوات إيرانية مباشرة على الحدود السورية في الجولان المحتل من قبل إسرائيل. أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير أنه لا يمكن للولايات المتحدة إخضاع الاتحاد الأوروبي للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وذلك بعد منح الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي 11 يوما للانسحاب من الاتفاق والعمل على زيادة العقوبات الدولية المفروضة على إيران. صوت العراقيون في الانتخابات البرلمانية وذلك للمرة الرابعة منذ الحرب الأمريكية على العراق عام 2003، وتعد هذه المرة الأولى منذ انتصار الجيش العراقي في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.